اليوم يا شباب بدنا نكمل في موضوع الـ ATL تحديدا. يعني انا بديش اركز على الفيجواليزيشن بقدر ما بدي اركز على الـ ATL. المحاضرات الماضية ركزنا على الفيجواليزيشن اكثر، شفنا سكاتر بلوت، شفنا نعم مش مرفوعة مرفوعة إيه. فكنا نركز على الفيجواليزيشن اكثر، على الفيجوالز. في هذه حنركز على الاي تي ال اكثر، على الترانسفورميشن. وزي ما حكيت، الهدف انه احنا بنشرح ترانسفورميشن ترانسفورميشن ترانسفورميشن، اي تي ال اي تي ال اي تي ال، بدون ما نطبق بشكل عملي. فالكلام اللي بنشرحه هل هو كلام في الهواء ولا فعلا انه مطبق بشكل عملي؟ فالهدف من التطبيق كمان مرة انه ترسخ المفاهيم المتعلقة بهذا المفهوم، او يعني النقاط المتعلقة بهذا المفهوم، مفهوم الـ ATL أو Data Transformation، بشكل أوضح بالنسبة لك. فهنا في هذه المرة حنحمل داتا سيت حقيقية. الداتا سيت هذه هي عبارة عن جدول القاعات الدراسية تبعت الجامعة. فهنا عندك رقم المساق، اسم المساق، الشعبة، القاعة، الكلية، القسم، نوع المساق، متطلب ولا كلية ولا تخصص، تمام، مين المدرس، تاريخ الامتحان، معلومات على الامتحان، ايش الايام تبعت المحاضرة، سبت اثنين اربعة ولا احد وثلاث، الوقت تبعها، قديش عدد الساعات تبعت المساق، عدد الطلبة، تمام. ومعلومات عن المدرس، يعني زي هيك. فهي البيانات نعمل لود. فايش حتلاحظ؟ اول حاجة كيف؟ لا، مش حقدر انزل لك اياه، بس انا بدي يعني شرح الاي تي ال عليها، هي انسب داتا ست لشرح الاي تي ال، بس حيكون الفيديو موجود عندك انه يعني تتعامل معها. ايش بتلاحظ هنا؟ بتلاحظ انه عندك حوالي 3739 رو، يعني في عندنا في الجامعه 3739 محاضره، تمام، وعندك 17 ايروس، وهذا طبيعي جدا. انت عندك في الريال داتا ست انه انت في عندك 17 سجل، في مشاكل، في اخطاء، تمام. هذه هي الريال داتا سيت. عادي جدا انه يكون انه عندك مشاكل في الريال داتا سيت. طبعا الكلام هذا انت ما بتشوفوش لما تتعامل مع الايريس، لما تتعامل مع الجولف داتا سيت، تتعامل مع كل الداتا سيت اللي احنا اخذناها. داتا سيت بسيطة ومرتبة وما فيش فيها اخطاء، لكن هذه فعليا انه هاي في عندك اخطاء. فبنقول له انه اوكي، يعني انه نستثني ال 17 سجل هدول. فانت بيجي عندك هنا هاي البيانات كيف؟ لا لا لا، ما حذفهم، ما عملهم مش لود بالضبط، ما عملش لود. حقيقة هنا بدي اشوف، انا عندي القاعه، بدي يعني طبعا الهدف من استكشاف الداتا سيت هذه انه انت تقدر تاخذ مجموعة من القرارات، يعني بناء على الداتا سيت هذه. طبعا انت لما يعني زي ما حكينا المرة الماضية، انت عندك هنا الفيجوالز، تمام، هنا الداتا سيت بشكل فعلي بتقدر انه انت تستعرضها، تمام. وعندك هنا الريليشنز، لو كان في عندك اكثر من تيبل بتقدر انه انت تشوف، تعمل فيجوالايز للريليشن شيب بيناتهم، تمام. او حتى لو حملتهم من فايلز منفصلة بتقدر تربط بيناتهم بريليشن معينة، فبتقدر انه انت تعمل ريليشن من خلال هذه الشاشة. نرجع هنا للقاعة، بحطها زي هيك، طبعا حاط لك اياها بشكل تابيولار على شكل جدول، تمام. وبدي احط برضو الكاونت معاها بهذا الشكل. طبعا انت في عندك قاعات كتيرة، وزي ما انت شايف انت في عندك هنا قاعة فاضية، في عندك 500 قاعة او 500 محاضرة ملهاش قاعة. يعني هذه بتكون شغلات زي مثلا مشروع تخرج، بحث تخرج، حاجات زي هيك يعني، تمام.
فهاي انا ممكن ان انا استثنيها من كل الصفحات انا عندي. فانت عندك هنا filters on all pages، تمام، وفي عندك هنا filters on this page. فانا ممكن انا اخلي اعمل فلتر على كل الصفحات، انه استثني لي السجلات اللي فلملهاش قاعه، بيجيها بتلزمنيش. فبروح باخد القاعه زي هيك وبحطها وين؟ في الفلترز اون اول بيجز. يعني حيطبق فلتر على كل الصفحات، بقول له بدي كل القاعات ما عدا هدول ال 500 اللي القاعه تبعتهم فاضيه، انشالت انا من عندي. وبروح بعمل ترتيب، بلاحظ انه اكثر قاعه مستخدمه هي اي 407 في مبنى اي، تمام، فيها 20 محاضره. كيف؟ في الاسبوع طبعا. وعندك الاي 302، اعتقد اي 407 مختبر، صح؟ تمام، واي 302 مختبر. فبتلاقي انه المختبرات هذه انه مش يعني اشغالها يعني اكثر شيء انت عندك في قاعات الجامعه، بس هذا يعني عندك معلومات تفصيليه كثير، انه انت بتشوف على مستوى القاعات. انا بدي اشوف على مستوى المباني، هل انا عندي عمود له علاقه بالمبنى؟ باجي بطلع هنا ما فيش اي عمود له علاقه بالمبنى. بنقدر نطلع المبنى. كيف نطلع المبنى؟ من ترانسفورميشن. بعمل ترانسفورميشن، طبعا انت عندك عمود القاعة، المبنى هو عبارة عن الحرف الاول كي 102، المبنى كي. فبالتالي انا في عندي خيار هنا، انه انا اكتب كود، والكود لغة البرمجة اللي مستخدمة في الباور بي اي اسمها داكس، او انه انا يعني اقول له انه هذا العمود بدي اعمل منه عمود جديد من خلال انه انا بدي اورجي لك اكزامبلز. بقول له انه انا راح اعطي لك اكزامبلز كيف تعمل لي العمود الجديد، وهو لحاله راح يكتب الكود. فبعمل رايت كليك هنا اد كولوم فروم اكزامبلز، او انه هنا بروح اد كولوم وبختار هنا كولوم فروم اكزامبل، وهنا فروم سيلكشن لازم يكون هذا العمود سيلكتد. فخلينا نعملها من هنا. فجاب لي هنا القاعة، والقاعة هنا بحط هذه قاعات فاضية خلاص مش هعمل فيها ولا اشي. هذا كي 102 هحط كي، تمام. ال جاب لي اياه، البي 301 جاب لي بي 30، غلط فيها، بقول له لا، بعمل له تحرير، بقول له لا بدي هذه بي، فبصحح للبقية. خلاص عرف انه ايش اللي بده يسويه. بعمل هاي سكرول، تمام، قاعد بعمل سكرول كله جاب الحرف الاول، ما فيش اخطاء، خلص ما فيش اخطاء، بعتمد. وهي الكود اللي كتبه، ترانسفورم تكست ستارت، العمود تبع القاعه واحد، يعني جاب لي اول حرف من عمود، من القيمه اللي موجوده في عمود القاعه. بقول له اوكي، تمام، وهذا العمود بسميه المبنى. طبعا هنا العملية اللي جبنا فيها المبنى برضو ممكن اعملها رينيم هنا، واقول له انه add building column، تمام. فهذه الستيبس تبعت الـ ETL حتطبق تباعا انت عندك على الداتا سيت، ما انت تيجي تحملها حيطبق كل عمليات الترانسفورميشن، كل عمليات الاي تي ال عندك على الداتا سيت بهذه الكيفيه. خلاص عملنا المطلوب، بنرجع هنا و حياخد شويه تحميل لانه حيطبق عمليات الترانسفورميشن اللي انت طبقتها. اقول له اوكي، وهنا بشيل القاعه، وايش حكينا بدنا نحط بدالها؟ المبنى والكاونت تبع المبنى، تمام. فبتلاحظ انه اكثر مبنى في له اشغال هو مبنى كي، بعدين مبنى الجودز، تمام، بعدين مبنى ال للحيدان، بعدين مبنى اي الاي تي سي، مبنى كليه العلوم. فهذا الفيجوال انت ممكن تعرضه بشكل افضل، يعني بدل ما تطلع عليه كسجلات زي هيك، تعرضه على شكل بارز، انسب اشي لإله بهذا الشكل. فعملت كليك على الكولوم، على الجدول هذا، وعرضته بهذا الشكل، فبين معك كيف. يعني
صحيح، هيك انت بتقدر تاخذ قرارات، هيك انت بتقدر تاخذ قرارات، لانه المباني الثانيه اي نعم انه هي مش مخصصه كلها للدراسه، ولكن انه فيها مثلا ممكن يكون قاعات دراسيه، او ممكن من القرارات اللي انت ممكن تاخذها انه مبنى كي تزود وحدات الاكسس بوينت فيه، بما انه هذا المبنى انه يعني عدد الطلاب فيه او عدد الناس اللي يعني الطلاب اللي فيه كتار، لا لازم يكون انه في تغطية اكثر، او مثلا انه تزيد وتيرة تنظيف دورات المياه اللي موجودة هناك، بما انه انت في عندك شو اسمه يعني عدد كتير كبير من الطلبة، فبالتالي انت بتقدر تاخذ قرارات بناء على هذه الشغلة. بس انا بدي اضيف شغلة هنا، الداتا ليبلز، فهيك انه ها واضح انت عندك الارقام، بدل ما تغلب حالك ف واضح جدا انت عندك الارقام بهذا الشكل. كيف؟ نجيب الرقم بالضبط. طيب حكيت شفنا اشغال المباني، وعلى اساسه زي ما حكينا انه انت ممكن تاخذ قرارات يعني متعلقة بالمباني. يعني هل لقيت الشغلة الثانية اللي بدي اشوفها هي المباني المشتركة بين الطلاب والطالبات؟ انت في عندك مباني للطلاب بس، مباني للطالبات، وفي مباني للطلاب والطالبات. بدي اشوف مين المباني او قديش المباني المشتركة اشغال الطلاب والطالبات لإلها. طبعا احنا ما عندناش هنا معلومة عن ان المحاضرة هذه للطلاب او الطالبات، ما فيش، فبنجيبها نفس الفكرة، بنروح على ترانسفورميشن، أنا عندي هنا الشعبة، تمام؟ فإذا بتبدأ يعني ب100، معنى ذلك إنه هذه الشعبة للطلاب، 200 الشعبة للطالبات. بس أنت ممكن يكون عندك 101، 102، 107، 117 في مواد فيها شعب كتير، خاصة المعامل. فممكن إنه أكتب كود إذا بيبدأ الشعبة بواحد، معنى ذلك إنه طلاب، وإذا بتبدأ باثنين معنى ذلك إنه طالبات. بس أنا ممكن بدي أعملها بدون كود، فبالتالي هعملها على خطوتين. الخطوة الأولى أنا بدي أجيب أول حرف أنا عندي من الشعبة، واحد ولا اثنين، 100 أو 200، وبعدين الخطوة الثانية إذا كان واحد بيكون طلاب، وإذا كان اثنين بيكون طالبات. فبضغط باليمين وبقول له هنا من examples، وإنه هذه واحد جاب لي اياهم كلهم صح، لكن ال 150 غلط فيها، جاب لي اياها 15، بقول له لا هي واحد، خلص صححها لكلهم زي هيك، تمام. وهي الكود انه هو جاب لك انه اول حرف انه تكست ستارت، استخدم الترانسفورميشن تكست ستارت. فهذه الخطوه ممكن اسميها جندر نمبر، وبنسمي العمود هذا برضه نسميه جندر نمبر. ممكن نضيف عمود إضافي من هذا العمود وأقول له إذا كان واحد بيكون طلاب، وإذا كان اثنين بيكون طالبات. بالضبط من اكزامبل، هيني حاب بالاكزامبل بقول له واحد انه هذه طلاب، واثنين ما عم بليش الباقي لأنه أنا لسه ما خلصتش كل الحالات طالبات، فعبالي الباقي كله طلاب وطالبات بهذا الشكل. وهيو اف ودين، تمام. حورجي لك الكود يعني هنا، فبتضغط على الترس هنا بورجي لك الكود. هي بقول لك اذا الجندر نمبر واحد معنى ذلك طلاب، else if جندر نمبر اثنين يعني طالبات، إلس عبي لي اياه، لانه زي ما حكينا انه في قاعات او في محاضرات انه ملهاش شو اسمه ملهاش شعب، محطوط عنه هي زي هيك انه محطوط بالضبط. فهذا العمود بعيد تسميته وبقول رينيم، وبقول انه طلاب طالبات. اوكي، وممكن اعمل يعني هذه الستيب اسميها انه add gender cat
جندر كات يعني جندر كاتيجوري، يعني انه طلاب او طالبات من هذا. فبنرجع هنا، بروح ايش بسوي؟ باخذ وين طلاب طالبات هيها زي هيك، وباخذ المبنى بحط المبنى في الأول، وهنا بروح بعمل كاونت لإيش؟ للطلاب والطالبات. فإيش حتلاحظ؟ حتلاحظ مبنى بي كرر مرتين، مرة للطلاب مرة للطالبات. هذا فيه 11 محاضرة، هذا 35 محاضرة، وهكذا نرتب على حسب المحاضرات، أو خلينا نعملهم فيجوال على شكل ستاكت بارز. طبعا ستاك بارز انت في عندك نوعين، انه ستاك كولوم تشارت، وفي عندك ستاك كولوم 100%. 100% انه بعرضهم كنسبة مئوية زي هيك بهذا الشكل، تمام، بكون الأعمدة كلها متساوية لأنه هو حول الموضوع لنسبة مئوية، تمام. هذا حولهم لأعمدة بأطوال مختلفة عشان انت تشوف درجة إشغال المبنى بالنسبة للمقارنة بالمباني الثانية. بس هذه المعلومة انت اوريدي جبتها من الرسمة هذه، فالأحسن لإلك عشان تشوف نسبة الإشغال طلاب لطالبات 50-50 ولا أكثر ولا أقل، نتحولها لنسبة مئوية. فهيك أنت عندك كي كله باللون الغامق، معنى ذلك أنه هذا طلاب. اللون الفاتح الحيدان وأن مدينة المنورة طالبات، هذا 100%. إيش المباني المشتركة؟ عندك مبنى أي، قديش الطلاب؟ 59%، والطالبات 40.7، تمام. فطلاب اكثر. في عندك مبنى ثاني انه مثلا هذا 50-50 تقريبا، 48-52. هذا مبنى ام الطيبة، عندك 42 طلاب، طالبات اكثر. فهيك انت بتاخذ فكرة انه اوكي قديش اشغال او قديش الاختلاط الطلاب والطالبات بالنسبة للمباني. اه طبعا تقدر تختار هنا في الفيو، تختار هيك احسن الالوان. تمام، فهيك انت يعني ممكن تحط الصفحة الاولى انه هذه المباني او بيلدينجز. تمام، ممكن نحط صفحة ثانية لها علاقة بالتايم، وقت المحاضرات. احنا شفنا المباني، نيجي الآن نشوف وقت المحاضرات. وين الزحمة؟ الزحمة الساعة 8 الصبح ولا الزحمة بعد الظهر، ولا ايش وقت الذروة انا عندي في المحاضرات؟ فأنت عندك، عندي وقت المحاضرة تاخده زي هيك، تمام. في انت عندك اوقات عديدة، وبتروح بتحط الكاونت تبعه لانه هي بتتكرر، تمام. فانت زي ما انت شايف انه عندك في محاضرات اللي هي من 12 للتنتين، عندك 261 محاضرة. هذه في العادة محاضرة ساعتين معمل، بتكون معامل، تمام. من 12 ل من 10 ل 12 هذه 245، 10 ل 11 هذه محاضرة نظري، تمام. عدد فيها 232. فبالتالي انت المحاضرات النظرية، لو انت بتطلع على المحاضرات النظرية وقت الذروة، انت عندك من الساعة 10 ل 11. بس محاضرة الساعة 8 كيف الوضع فيها؟ هل في زحمة كتير؟ اه 181، تمام. اكيد انت في عندك زي ما انت شايف هنا في عندك اوقات اقل يعني زي هيك. فانت ايش ممكن تطبق فلتر هنا وتقول له تعلم هذه زي هيك، وتقول له انه انت عندك هنا عندك وقت المحاضرة وعندك الكاونت. انا ممكن اطبق فلتر على الكاونت واقول له الكاونت اذا كان يظهر لي فقط يعني الوقت
إذا كان في greater than or equal، يعني خلينا نقول 50، هنا 50 بيطلع بيظهر أنا عندي زر الأبلاي فلتر، بعمل أبلاي فخلاص بقصر أنا عندي التيبل، فبتقدر إنه أنت تشوف يعني إنه إيش أنت عندك وقت الذروة، ممكن إنه أنت تعرضه على شكل بارز زي هيك. في أنت عندك عمود، ممكن حاجات بضيف لك اياها الفلتر، بس خليني اعدل الفيجوال هذا. وانا عندي في الاكس اكسس، في الاكس اكسس بدي اخلي ثواني بس اجيب لك. انا ممكن اضيف فلتر هنا في شو اسمه، خليني اضيف لك اياه لانه ما ضفتوش قبل هيك. في الاكس اكسس انه نختار انه التايتل، لا مش التايتل، انه ممكن اتحكم في زاوية هذه انه هو كيف يعرضها. صحيح. يفترض أن يكون اوكي مش خلاف، بس مش اوكي بغض النظر يعني، بس هيها انت عندك واضحة. الفلتر اللي انا بدي اضيفه بتختار من هنا، في عندك هذه فلتر سلايسر بسموها، تمام. السلايسر ممكن انه اضيفه زي هيك هنا، لا انا حولته لسلايسر. احنا قلنا بدنا نفلتر على اي اساس؟ عملي ونظري، اللي هو نوع المحاضرة، نوع المساق، تمام. نوع المساق هنا بختاره انه بحوله هنا كسلايسر زي هيك. فبالتالي انا بدي مثلا النظري بس، فبالتالي النظري يعني خليني اعرض هنا الديتا ليبلز بهذا الشكل. في النظري انت عندك يعني وقت الذروة انت عندك من 10 لل11، تمام. بيجي بعديها من 9 لل10 بهذا الشكل. طبعا محاضرات الماجستير كلها زي ما انت يعني كلها مساء، كلها بتبدأ بعد الساعة 3 يعني.
تمام. في بعض المحاضرات انه بتبدا من الوحده للاربعه، يعني في بعض التخصصات انه بتبدا زي هيك يعني. ف شوف العملي، وين العملي؟ هاي العملي، العملي تمام. اكثر اشي انت عندك من 12 للتنتين، في عندك بيبدا من الصبح من 8 لل 10 بهذا الشكل. فبالتالي باستخدام السلايسر هذا انت قدرت انه انت تشوف اوقات المحاضرات، انه اي شيء اوقات الذروه انت عندك، وتحاول انه انت تخفف. هذا بالنسبه لوقت المحاضره. الان انت ممكن ايش تسوي كمان بالنسبه لوقت المحاضره؟ فينا عندي الايام، برضو بدك تشوف موضوع الايام. موضوع الايام زي ما انت شايف، وهي الايام الكام تبعها، وهنا ممكن نعمل هنا فلتر للكاونت للأيام، لأنه أنت عندك أكثر الأيام، أنت عندك يفترض سبت اثنين أربعة وأحد وثلاثاء، تمام؟ هذا عشان أنا مختار بس العملي. هنا ظهر الكاونت، أنت عندك أكثر إشي عندك سبت اثنين أربعة وبعدين أحد وثلاثاء، بعدين في عندك الاثنين فقط، هذه بتكون انه معامل، في عندك السبت فقط. فحتلاقي انه كل ايام الاسبوع لحال، في عندك سبت اثنين هذه للمواد اللي ساعتين زي المتطلبات مثلا، بتكون عندك سبت واثنين او اثنين واربعة بهذا الشكل، تمام. فاحنا ممكن نعمل فلترة انه اذا كان اقل من الايام، انا عندي هنا بعمل فلترة على مستوى الكاونت، بقول له إذا كان الكاونت greater than or equal 10 بس اظهر لي، فبظهر لي هدول يعني. خلينا بلاش greater than or equal، greater than apply filter. هذا ممكن انت تحوله لفيجوال بهذا الشكل، فبتظهر انت عندك كيف؟ ليه؟ كيف يعني اثنين ومكرر اثنين؟ لا، انت عندك المحاضرات عادة بيكون شوتس. ايش يعني شوتس؟ انه انت عندك 3 لقاءات في الاسبوع، فعشان هيك انت عندك سبت اثنين اربعة. فهذه عبارة عن فاليو واحدة، المحاضرة هذه سبت اثنين أربعة، تمام؟ وفي عندك النظام الثاني اللي هو أحد وثلاث، زي محاضرتنا هاي بالضبط، أحد وثلاثاء، تتكرر كل أحد وثلاثاء. في أنت عندك محاضرة بس يوم الأحد اللي هي بتكون معمل، تمام؟ محاضرة يوم السبت لحال، أو يوم الأربعاء لحال، وفي عندك محاضرة سبت واثنين أو سبت وأربعة، اللي هي عبارة عن المادة بتكون ساعتين زي المتطلبات مثلا بالضبط. فانت بتقدر بالضبط انه انت تشوف انت عندك اكثر اشي مشغول، انت عندك نظام اللي هو سبت اثنين اربعة واحد وثلاث، اغلب المحاضرات احنا عندنا بهذا الشكل، تمام. الباقي هي عبارة عن معامل موزعة على مدار الاسبوع، تمام. وفي عندك اللي هي المحاضرات اللي بتنعطى على يومين في الاسبوع، يعني انه هي الكاونت تبعها، الكاونت تبعها مش كثيره يعني، قليل الكاونت تبعها، ممكن انه انت تستثنيه يعني اذا انت بدك يعني خلاص يعني مش. فانت بتقدر انه انت تحدد انه يعني هاي المباني، او عفوا هذه الايام قديش انه انت عندك عدد، يعني عدد المحاضرات اللي موجوده فيها. بس بالمناسبه عدد المحاضرات بيخدع. ليش بيخدع؟ لأنه ممكن تكون محاضرة زي ما أنت شايف عندك عدد الطلاب يعني 20، في محاضرة تانية ممكن يكون عندك عدد الطلاب 80، فممكن إنه أنت تدخل عدد الطلاب في الموضوع هنا بالنسبة للوقت يعني. وهنا أنت ممكن إنه أنت تفلتر، هنا أنا بدي محاضرات النظري فقط، تمام. شفت الأوقات تبعتها وشفت الأيام تبعتها، تمام. وفي ممكن ان انت تشوف محاضرات العملي فقط يعني. ف
فبتطبق الفلتر على كواحد اثنين. اجتماعي بدل ما بالظبط يكون سعيد او فيهم. بالظبط. عدد الطلاب بناء على حقول كيف؟ عدد الطلاب بناء لا، على بناء على عدد حقول الطلاب المسجلين في الشعب، عدد الطلاب المسجلين في الشعب. صحيح، تمام. تمام، هجيت نيجي للمباني، ندخل موضوع، يعني هذا ايش، يعني هذا بالنسبة للمحاضرات. انا بدي المباني مع عدد الطلاب، فانا ايش ممكن اسوي؟ فخليني اعملها في صفحة جديدة واقول انه building students، وهنا بجيب المبنى، وبجيب هنا عدد الطلبة. تمام، جاب لي اياه هو هنا كسم، جاب لي اياه هنا كسم. فبالتالي اكثر، مش معناته انه يعني مجموع الطلاب انه يعني، لا، انا مجموع الطلاب اللي بتواجدوا في المبنى، فبالتالي هو بيجمع محاضرات، فبالتالي الطالب الواحد بنعد اكثر من مرة على حسب المحاضرات. يعني انت عندك كي في بيرتادوا 22,000 طالب، لا بيرتادوا 22,000 طالب، يعني بعدين ال الحيدان بعدين ان. وممكن انه انت تجيب، طبعا الاحصائيات هذه على حسب ايش؟ على حسب الاوقات. بالضبط، على حسب الاوقات. عشان هيك احنا بدنا نعمل ترانسفورميشن للوقت، بدل ما هو يكون من 8 ل 9، 9 10، فبتعمل الوقت فترتين، صباحي ومسائي. فبروح هنا على ترانسفورميشن، وانا عندي وقت المحاضرة. كيف بدي اقرر انه وقت المحاضرة انه صباحي ولا مسائي؟ من الصباح لغاية الساعة 12، تمام؟ دخلت، اذا المحاضرة بتخلص الساعة 12 معنى ذلك انه انت لسه في بتخلصها، مش بتبدأ. تخلص الساعة 12 معنى ذلك انه انت في فترة الصباح. فعلى ايش بدي اعتمد؟ بدي اعتمد على وقت الانتهاء مش وقت البدء. بدي اعتمد على وقت الانتهاء، فبروح هنا على وقت المحاضرة، تمام. وبدي أقول له إنه أنا بدي تطلع لي وقت المحاضرة على حسب أمثلة. هذا وقت الانتهاء 18، فهو لحاله راح حط لك المعادلة إنه هو عمل ديليميتر سبليت. وإيش حط السبليتر؟ أنت عندك عمل سبليت بناء على الداش، وبعدين كمان مرة عامل سبليت على نقطتين. فكيف جاب ال 18؟ أول حاجة قسم السترينج كله على أساس الداش، تمام؟ وبعدين الناتج راح قسمه على أساس النقطتين، فحصل على يعني ال 18. فهنا أنت جبت وقت الانتهاء. بعدين بروح بقول إذا كان وقت الانتهاء أقل من 12 أو يساوي، أقل من أو يساوي 12، معنى ذلك إنه صباح. فبقدر اسوي الشغله هذه هنا، بقول له اد كولوم، وبقول له هنا كونديشنال كولوم. فهنا بقول له بكتب العنوان انه هذا الكولوم اسمه صباح مساء، وهنا اذا كان الكولوم، خليني اعمل بعض الشغلات هنا قبل ما شو اسمه هاجي تشوف. شوف الاشكاليه، انا الكولوم هذا مش مسميه، تمام؟ عشان انت يكون شغلك مرتب، كل كولوم جديد بتعمله لازم تعمل له رينيم. هذه شغله. الشغله الثانيه، تعال تطلع هنا، انت عندك ايكوال does not equal begins with، معنى ذلك انه بيتعامل معاك string، وتطلع عليه هنا ايش محطوط؟ اي بي سي، معنى ذلك انه التايب تبعه string. فبدنا نغير التايب ونعمل له رينيم. فهي كانسل، نعمل له رينيم هنا، بنقول ايش هذا؟ وقت الانتهاء، وقت انتهاء المحاضرة.
وبعمله ترانسفورميشن ل تايب وبقول له ديسيمال نمبر. بعدين منه بروح بضيف كونديشنال كولوم من هنا، وبقول انه الكولوم هذا صباح مساء، وهنا وقت انتهاء المحاضرة. هنا بين معاك انه تقدر تقول انه greater than less than، حكينا اذا كان اقل من 12 صباح، اقل من او يساوي، كيف؟ صحيح، اقل من او يساوي. بعدين بضيف هنا كمان else if، برضو نفس الفكرة، وقت الانتهاء أكبر greater than 12 بكتب مساء. طبعا else أي حاجة غير هيك لو كانت إنه هي فاضية مفترض إنه بعبيها بنقط. أوكي طيب، هنا هنا بدخل محور ثالث اللي هو ايش؟ صباح ومساء، عين الصباح والمساء. فانت عندك لكل مبنى ثواني بس، ألو، عليكم السلام، الله يعافيك يا رب، حياك، الحمد لله، الله يسعدك، الله يبارك، حياك الله أستاذ محمد، إن شاء الله، والله شو اسمع، أنا عشان في عندي محاضرة هلقيت، خليني بس أنهي المحاضرة وبمر عليك، إذا بتكون أنت موجود يعني شو اسمه، أو إذا هذا على الثلاثة. صحيح، بس أنا في عندي محاضرة، جيت خليني أخلص. صحيح، بس ماشي، حياكم، ماشي، سلام. طيب، حكيت بنرتب على حسب المبنى، فبتلاحظ إنه كل فاليو أنت عندك يعني مبنى مكرر مرتين صباح ومساء، مبنى مكرر مرتين صباح ومساء، فبتقدر إنه أنت تحدد أعداد الطلبة حسب الصباح والمساء. وزي ما حكينا انه هنا بعمل فلتر على حسب انه القاعه ما تكونش نال، هذه ما قدرش انه هو يطلع فيها، هذه مش مشكله، اوكي مشكله عفوا. تمام، فلاحظ انه على سبيل المثال كي موزع حسب الصباح والمساء، يعني عندك 11600 طالب، يعني الفرق 300 طالب، يعني حوالي 300 طالب بين الصباح والمساء. مبنى اي لا، في فرق، يعني الضغط اكثر في عندك في ساعات الصباح، يعني انت عندك 5800 وهنا انت عندك 2144. تمام، ونفس الاشي بالنسبة للوقت. لو نرجع هنا للوقت، احنا ايش شفنا؟ شفنا وقت المحاضرة وشفنا ايش؟ الايام. خلينا نشوف وقت المحاضرة، فبجيب وقت المحاضرة هنا، وقت المحاضرة وين وقت المحاضرة يا شباب؟ وقت المحاضرة تمام، ويفترض انه انا اطبق عليه هاي الكاونت تبع وقت المحاضرة، وبطبق عليه الفلتر، بدي احولها لكاونت في الاول، واطبق الفلتر هنا انه الكاونت، الفلتر انه greater than 50،
ابلاي، وهنا بتروح بتضيف عدد الطلاب. تمام، المفترض يمشي الكاونت هذا. تمام، فبالتالي هنا يعني ابدا لك انه هنا قديش عدد الطلاب. يعني مثلا على سبيل المثال انت بدك تعرف انه الطلاب اللي راح يكونوا يفترض متواجدين عندك الساعه 8 الصبح، وين محاضره الساعه 8 هي من 8 ل 9، في عندك 8000 طالب بيجوا على الجامعه الساعه 8، بيجوا كلهم في نفس الوقت. تمام، محاضره الساعه 8 هذه اصعب محاضره، وبتكون انه كلهم بيجوا، بقيه المحاضرات بيجوا في اوقات مختلفه، لكن محاضره الساعه 8 كلهم بيجوا في نفس الوقت، كلهم بيجوا في نفس الوقت. وعندك نفس الشيء الاحد والثلاث من 8 ل 9 ونص، في عندك 7000 طالب بيجوا في نفس الوقت. انه انت بدك تعمل ما هذه عملناها في جدول منفصل، وشفنا الاشغال تبع كل مبنى، كل مبنى قديش بيجي عدد طلاب اكثر اكثر شيء، وشفنا انه مبنى كي ومبنى اي انه في اشغال لاكبر عدد من الطلاب، وضفنا انه صباح ولا مساء. فانت هنا لو عملت الكاونت تبع عدد الطلبه، فانت عندك مبنى الحيدان بيكون مشغول اكثر شيء في المساء اللي هو بعد الساعه 12، كي بيكون مشغول اكثر شيء في الصباح، بعدين في المساء زي ما حكينا زي ما شرحنا قبل شوية، يعني انت عندك الفرق بين الصباح والمساء، يعني مبنى كي مشغول طول الوقت، الفرق بين الصبح والمساء انه انت عندك فقط 300 طالب، يعني مش هالشيء يعني في مبنى كبير. تمام، فانت عندك هذه الاستاتستيك هنا وهذه الاستاتستيك هنا. كيف؟ مش سامع. ان ماله؟ ماله؟ لا لا لا، انه في له فترتين، لو انت لو رتبت على حسب المبنى وطلعت على ال، هي في عندك صباح ومساء، بس الفرق يعني حوالي 1000 يعني. تمام، الحيدان انه هو مشغول اكثر في المساء. تمام، فانت هيك انه ضفت عدد الطلبة في يعني ككاونت انت عندك، وهنا شفت التايمز تبعت المحاضرات، وقدرت انه انت بتقدر انه انت تفلترها على حسب نوع المحاضرة، وهنا المباني تعرف كيف الوضع تبعها. يعني هنا ممكن اذا اوضح بالنسبة لك انه انت تحط المبنى وعدد الطلاب اللي بيرتادوا، عدد الطلبة بهذا الشكل. فبالتالي انه لو انت بدك تشوفها بشكل اوضح لحال، يعني انه انت عندك اكثر المباني اللي بيرتادها الطلاب كي و ال و ان و بي. تمام، وهذه على حسب الفترة. طب انت بدك تعرف من الطلبة، يعني إذا أنت بدك تجيب الفترة لحال صباح ومساء، وبدك تشوف أعداد الطلبة فيها، هنا بتحط أعداد الطلبة، عدد الطلبة. تمام، طبعا عندك هنا 58000 و50000، لا في انت عندك الاشغال في فترة الصباح اكثر، يعني او بمعنى انه تواجد الطلاب في فترة الصباح اكثر من فترة المساء اكيد بطبيعة الحال. طبعا فترة المساء هذه بتشمل محاضرات الماجستير، يعني انه انت برضه يعني بس في الغالب يعني طلاب البكالوريوس عادة بتكون هي
اكثر. فانت يعني من خلال من اكثر من محور قدرت انه انت تعرف تواجد الطلاب في الجامعات، وقديش انه هي يعني ايش من المباني، قديش وقت المحاضرات، ايش وقت الذروه انت بالنسبه لك، ممكن تاخذ قرارات من ناحيه انه توزيع المحاضرات في مباني اخرى، او انه زياده الخدمات في هذه المباني بسبب زياده عدد الطلاب اللي فيها. هذا يعني كل عمليات الترانسفورميشن برجع مره ثانيه بورجي لك اياها، كل هاي الخطوات اللي بتم تطبيقها كترانسفورميشن كاي تي ال انت عندك على البيانات، شرحناها نظري، وهي تطبيقها عدة عمليات اي تي ال انه انت ممكن تطبقها. هيك تقريبا بكون خلصنا استكشاف البيانات باستخدام الباور بي اي. المحاضرة الجاية ان شاء الله راح تكون يوم الاحد القادم، راح برضو نشتغل بشكل عملي على النايم. تيجي يفترض انه انت معك برنامج النايم، برنامج النايم يفترض انه انت يعني لو انت بدك يعني تشتغل، بدك تشتغل على التطبيق هذا، ما تشتغلش بايثون، انه انت ممكن تستخدمه في عمل المشروع النهائي. لانه يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله تنزل الداتا سيت، بنزل لكم البيانات، ويفترض انه انتم تشكلوا مجموعات من طالبين، كل مجموعة تختاروا داتا سيت وبتبدوا تشتغلوا عليها المشروع. طبعا المشروع يعني المحاضرة الجاية في ضمن جزئية في البريدكتيف اناليتكس، هي جزئية الريجريشن، بنخلصها بشكل سريع وبعدين بنبدأ بالتطبيق بشكل عملي على النايم. ايش بتقدر تطبق؟ بتقدر تطبق استكشاف البيانات، وانه انت تعمل بريدكتيف اناليتكس على البيانات تبعتك. فهي الشغلات اللي احنا اوريدي اخذناها، انه انت بتقدر انه انت تطبقها بالتدريج بشكل عملي عندك على المشروع، عشان تكون المشروع تسلمه في نهاية الفصل تكون الامور انت عندك تمام. كيف؟ مش سامع.